للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس الكاتب المتخصص في الشؤون العربية. دكتور حامد، بعد التحية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقبل نظيره اليوم الأردني وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وذلك تمهيدا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة رقم 30. برأيك دكتور، ماذا تحمل هذه اللجنة بين مصر والأردن في المستقبل القريب؟ اهلا بك يا فندم، واهلا بسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا العلاقات المصريه الاردنيه بتمر الان بافضل فترات التقارب والتجانس، سواء على مستوى العلاقات الثنائيه او في المجالات التنمويه وحتى في القضايا الاقليميه والدوليه. ويعني اصبحت مصر والاردن نموذج يحتذى به في العلاقات الدوليه من خلال إرث طويل وعلاقات تاريخية تضرب بجذورها في أعماق الأرض. يعني هذه الزيارة لم تكن الأولى لرئيس الوزراء بشري الحصاونة، كان هناك زيارة للعاصمة الإدارية في شهر أكتوبر الماضي، وأيضا كانت هناك زيارة في فبراير 2021. وبالتالي هذا الزخم الكبير في الزيارات ينذر أن هناك حدث جلل من التقارب الاقتصادي والسياسي، والعمل على بلورة هذا التقارب إلى إنتاج نموذج يحتذى به على مستوى دول العالم، وهي العلاقات المصرية الأردنية، أو حتى من خلال الآلية الثلاثية مصر والعراق والأردن. وبالتالي هي علاقات قوية ستكون مفيدة جدا من خلال توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات في الكثير من المجالات الاقتصادية، وأيضا بحث الجزئية الخاصة بانعقاد القمة العربية وتنسيق الجهود في هذه الجزئية تحديدا للعمل على توحيد المواقف العربية من خلال حجم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية في الفترة الأخيرة. دكتور، هناك توحيد في الرؤى ورؤى متجانسة تجاه القضايا العربية الملحة ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة، ليس في المجال السياسي في حسب ولكن في مجالات متعددة. لكن الوضع الحالي للجنة المصرية الأردنية المشتركة اللي بيستهدف مناقشة لموضوعات كالتعليم العالي والبحث العلمي والحجر الزراعي، وبالإضافة للمناطق اللوجستية، من رأي حضرتك أهم الاتفاقيات التي يمكن توقيعها في هذا المؤتمر أو في هذا اجتماعات هذه اللجنة؟ يعني في ظن وتقديري أن المناطق اللوجستية والعمل على أن يكون هناك ربط تجاري عميق بين مصر والأردن، وبحث مشروع المشرق الجديد باعتباره رافد جديد من الممكن جدا ان يضيف للعلاقات المصريه الاردنيه العراقيه، وايضا يعني هناك زخم كبير على مستوى البحث العلمي والتجاره والتجاره البينيه وزياده حجم الاستثمارات، وايضا تعظيم العمل العربي المشترك في الكثير والكثير من المجالات، وفي مجال الطاقه باعتبار الربط الكهربائي هو من اهم المصادر واهم الروافد الذي من الممكن ان يتم البناء عليه. وبالتالي هناك الكثير والكثير من المجالات سيتم التباحث حولها، خاصة وأن اللجنة 30 ستعقد غدا، وسيكون هناك زخم كبير لهذه اللجنة في تعظيم العمل الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة أيضا، خاصة وأن الدولة المصرية أو العمالة المصرية في الدولة الأردنية يتعدون المليون عامل أو مليون مقيم في الأردن، وهذا يؤكد على عمق ومتانة العلاقات المصرية الأردنية. يمكن دكتور حامد، حجم العمالة المصرية المتواجد في الأردن والذي يقدر بمليون عامل كما ذكرت بيؤرخ لي مرحلة مختلفة أو مرحلة من التقارب ما بين الدولتين، ما بين القيادتين السياسيتين للدولتين المصرية والأردنية. يمكن أشار المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة العمل السمار في وقت سابق عن أنه هناك مجالات اقتصادية يمكن أن يتم التعاون فيها بشكل ثنائي ومتخصص. برأيك ما هي أهم هذه المجالات؟ يعني هناك مشروعات مشتركة، وستكون هذه المشروعات في أفاق أرحب في الفترة القادمة، في مقدمتها طبعا الربط الكهربائي، وأيضا مجال النقل والتجارة الحرة، ومجالات الغاز والبترول والصناعة والتشييد. يعني هذه اللجنة ستكون قادرة ولديها فرص كبيرة في تعظيم العمل الاستثماري والعمل الاقتصادي المصري والأردني، باعتبار أن مصر والأردن من الروافد الأساسية في تعظيم العمل العربي والاقتصادي لتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة العربية بأجمعها وللشعوب المصرية والأردنية خاصة.
كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور حامد فارس الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك.